جل رب لا يشبب المنهي سبتا وانعذلت القلب من جيهم عيا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نوادر شعبية. أبياتنا المختارة في هذه الحلقة للشاعر عبد الله بن رمضان، يقول: ما يحتمل بالمرجلة كون صنديد، له في طرايقها فنون وعوايد، بالقلب والهمة وبالرأي والإيد، يهون في وجه الفتى كل كايد. المرجلة طبعا اللي يفعلها الرجل من الأعمال الطيبة، شجاعة أو كرم أو فخر أو بالأمور اللي ترفع الرأس. يقول: ما يعملها إلا كان الرجل الصنديد، الرجل اللي يتحمل الخسائر ويتحمل المصائب ويتحمل كل شيء في لأجل يكسب العلم الغانم والسمعة الطيبة. وكذلك اللي له حوائد في هذه الشيء، يقول: بالقلب والهمة وبالرأي والإيد، يعني يفعلها بهذه الأشياء، وكذلك تهون في وجه الفتى كل كائد. بهذه بالقلب والهمة وبالرأي والإيد يهون كل شيء يلبغ الإنسان. أتمنى أن الأبيات أعجبتكم. مثلنا في هذه الحلقة أعزائي هو من الأمثال القديمة صراحة عندنا، خاصة عندنا في أهل قطر وبعض الدول الخليجية. يقول: ورى قندهار، وهو الدليل على أن الشيء اللي هو يقصده بعيد بعيد. هو حتى لا يقول، يعني الناس دائما يكبرون الأشياء. يقول: ورى قندهار، لكان المكان بعيد. قال: وين الشيء؟ قال: ورى قندهار بعيد. إحنا نسمع بقندهار ولا نعرف معناها إلا بعد ما جت الأخبار وجت الأحداث، خاصة الأحداث التي جت في أفغانستان. طلع قندهار هي مدينة على ما أعتقد هي في أفغانستان، وفي بالتأكيد أنها في الدول الشرقية، وإحنا ما نعرف وش معناها. عندنا مثلنا وراء قندهارنا شيء بعيد. أتمنى أنها عجبتكم بإذن الله تعالى. ومن الفقرات الفنية نختار لكم هذه الفقرة، وأتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم، لأن الفقرات هذه بعضها قديم. وللعلم يعني أنا بعض الأخوان يسألني الفقرات هذه، الحلقات اللي قدمناها في 85 وقبل، يعني من 73 في تلفزيون قطر وغيره وبعد، يعني كانت في ذلك التاريخ كان الإرسال ما يوصل حتى الريان، يوصل مشوه. فاللي يشاهدون الآن كانوا يشاهدونها يعني لأول مرة، سواء كان من اللي ولدوا فيما بعد اللي ما شاهدوا الحلقات، وكذلك بعض الناس اللي ما كان يوصلهم الفقرات وما يوصلهم البرامج، نهديهم هذه الفقرة. تكسر بعبرات يا حطم نسلالها، تهيض مفجوع الضمير بحسها، لا طوحت صوته تزايد اهجالها. قلت لها يا نار
لك من المجال لا تبحثين النفس عما يرى لها لا تفجعين البال بالله حودي واللي خروج خبث البين بالها شمالها تجيت يا ناق الخطأ أو تجينها وإن كان ضاعت لك بديل بدالها أنا يا خروج ما تعدد مصايبي ولا علتي تبرى ولا ينشكالها حق زوالها وبيت على ما صاب نفسي وما جرى وبيت على فتخان لي إجلالها وبيت على دار النشينا بربعها. قال في هذه الحلقة أعزائي هو صراحة من اللقاءات اللي كنت أبحث عنها في الموجودات عندي. أنا حافظ يعني عدد كبير من الأفلام ومن البرامج ومن الفقرات واللقاءات، واللقاء مع الشاعر المغفور له إن شاء الله محمد بن عبد الله المري. قدمت يمكن 3 لقاءات له، هذا اللقاء الرابع كنت أدوره وأبحث عنه والله الحمد وجدناه. اللقاء من ضمن برنامج شعراء من أحماق الوطن. اللقاء طويل قسمناه على حلقتين، نبدأ في هذه الحلقة بالجزء الأول واللقاء الثاني إن شاء الله في الحلقة القادمة. نشاهد اللقاء. يسرنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي في هذه الحلقة بشاعر معروف لا يخفى على المشاهد القطري والخليجي أيضا، شاعرنا هو الشاعر محمد بن عبد الله المري. الله يحييك أبو عبد الله. الله يبقيك أبو محسن، حياك الله. طال عمرك حنزرناكم في مكانكم لنتحدث معك ونتحدث عن الماضي وعن الشعر، ولك مشاهدين ومتابعين في الصحافة وفي الإذاعة يسألون عن غيبة
الشاعر محمد بن عبد الله المري، وكذلك عن القصيد وما استجد على الساحة من إبداعك المميز. أولا يا مرحبا ومسهلا بالجميع. الله يبديك. ثانيا الأخوة المشاهدين والأخوة اللي يسألون عن محمد بن عبد الله المري، احنا دائما موجودين وبين الأيادي. أما عن الشق الأول للسؤال وهو أن غيابي عن الساحة، نعم، هذا الغياب طبعا أتى لظروف، طبعا ما هو بيدي أنا. نعم. إذا كان كثير من الأخوة يسألوني، حين ما نقرأ لك جرائد في الصحف، حين ما نشوف لك لقاءات في التلفزيون أو ما نسمعها في الإذاعة، فهذا سوء تقدير من الجمهور نفسه، لأن أنا ما بيدي أني أقدم قصيدة صفحة. نعم. إلا يطلبها مني معد هذه الصفحة. نعم. وما بيدي أني أعمل لقاء في التلفزيون إلا يطلب مني مقدمة ومعد تلفزيون للقاء. نعم. هذا نفسه أو الإذاعة في نفس. نعم. الشيء سمعت. أما عن ما استجد فطبعا هناك كتابين طبعتهم في القاهرة، وتوصل إن شاء الله قريب، يعني خلال هالأسبوعين. نعم. تكون موجودة في السوق طبعا إن شاء الله. مدام ذكرنا الإصدارات دواوين الشعر، أنا يذكر علي نهج العيون. نعم. وزمان الصمت. نعم. وأظن شظايا شوق. إيه شظايا شوق أو كان أول واحد. نبدأ بعدها. بالأول وماشي. نعم. كتب الأمثال الشعبية. هو الله سلمك كان لشظايا شوق. نعم. بعد شظايا شوق لطبعت كتابين، واحد اللي هو ديوان شعر لي باسم نهج العيون. نعم. وكتاب آخر هو بحث في الأمثال الشعبية في البيئة القطرية. نعم. بعد هذه الكتب جاء ديوان زمان الصمت. نعم. ومن ثم الكتابين هذه المسامر القمرة اللي هو الديوان الجديد. نعم. وتدوين وجمع لقصائد كتاب بعنوان لألئ المجرة في شعر المرة. أي. وهو الشعر طبعا الشعراء القدامى مهم بالشعراء المعاصرين. أي. في الوقت الحاضر، إلا ما قل من القصائد اللي أحس إن إضافتها لهذا الديوان تخدمه وتضيف له جودة في الشعر. نعم. ما أدري، حنا بين إيدينا الحين نموذج يمكنها يعني نسخة من الديوان، وأعتقد أنه لا حتى الآن ما اكتمل. هو ما اكتمل. أوه. هناك كثير من الأخطاء، لكن هو كغلاف. نعم. نفس الغلاف. هو نفس الغلاف. نعم. إنما يمكن العنوان بس يتغير الخط، العنوان، لأن شفت أنه صغير شوي، لكن الغلاف هو نفس الشيء والمضمون الداخلي هو نفس الشيء، ما تغير شيء. ماذا؟ اللهم ما تصحيح بعض الأخطاء. إحنا الآن نجري معك لقاء في تاريخ 18/7 على أساس إن إحنا. نعم. نسجل حلقات وتأخر شوي. نعم. لأن في حلقات قبل. والله هذا يخدمني أنكم أسألكم إذا تأخرت. ما أدري طال عمرك إلا ما أدري متى يكون هذا الديوان اللي هو مسامر القمرة سيكون إن شاء الله في المكتبات القطرية. هو إن شاء الله راح يكون الأسبوع الجاي إن شاء الله. يعني قد يكون في منتصف الأسبوع القادم. يعني بيسبق برنامجنا طبعا، بيسبق الحلقة. والله احنا يعني تبقى نسوي تزامن بينها ما عندنا. احنا بنحاول طال عمرك. زين، احنا نقدم للأخوان المشاهدين قصيدة من قصائدك الجيدة المعروفة. الله يبارك فيك. قصائدك كلها مقبولة ما فيها وجيدة. الله يطول عمرك. جيد. أولا إذا كنا بنبتدي بقصيدة. نعم. عندي قصيدة هي بمناسبة عزيزة علينا جدا، وهي تولي سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني مقاليد الحكم في البلاد. نعم. وهي بطاقة ولاء ومباركة ومبايعة. نعم. أقول فيها: صباح المجد في تاجك، صباح الشمس بمحياك، صباح شراقة الآمال والأفراح والعزة، صباح الشيمة بوجهك، صباح الجود في يمناك، صباح السيف يبهر نور مجد وكفك تهزه. صباح المجد في تاجك، صباح الشمس بمحياك، صباح شراقة الآمال والأفراح والعزة، صباح الشيمة بوجهك، صباح الجود في يمناك، صباح السيف يبهر نور مجد وكفك تهزه. صباح الهيل، صباح العود الأزرق يا صباح رضاك، صباح الخيل، صباح الهجن، صباحك شامخ منزه، صباح الحكم والحاكم، صباح الكون والأفلاك، صباح العدل،
في أرض الإله وحلمك يقزه صباح النخوة بدمك صباح العرب في ممشاك صباح العيد بطلالة رضاك وكلنا فزه صباح الدين الإسلامي في بشتك وفي علياك صباح الغوج في زهو الصهيل وصوتك اي لزه صباح الأمر بالمعروف صباح النهي عن الإشراك صباح الحكمة بطرة جبين العدل مرتزة صباح النون صباح الزاج صباح العلم والإدراك صباح الطاعة بجند حرار وفيك معتزة صباح اسمك صباح أمرك صباح أرضك صباح أرضاك صباح الرمح صباح الدرع صباح الخوذة والبزة صباح الحب بصدور النشامة يا حمدت فداك صباح الكر والإقدام صباح الوثب والنزه مساء الأمن والإيمان مساء سهيل في مسراك مساء شعب بظلك يستظل وأنت الوقت والحزة صح لسانك وأنت سالم هذه درة تسلم الله يبارك فيك الدرة اللي أنت معهود بها الله يبارك فيك طال عمرك أنا لاحظت القصيدة أنت توك كاتبها نعم عبطتها عن غيب بعض القصائد يكون لها وضع خاص هو يكون له طبعا وضع خاص للقصيدة تأثر على حفظها وبعدين فيه هناك يعني سبب آخر أن كثر وأنت تكتب قصيدة تقرأها دائما وتحاول أنك ترتبها وتراجعها فتحفظها بالأكل نعم إحنا نتحدث عن ديوان اللي هو الديوان الثاني اللي يعني الثاني اللي بعد هذا الديوان الأخير لا للمجرة في شعر المرة نعم يعني خلص تدوينه هو خلص هو تحت الطباعة الآن أيه. يعني يمكن يتزامن يجي مع هذا ويمكن يتأخر عقبه أسبوع لا أكثر يعني أيه. زين طال عمرك أنت أعتقد أنك تشاهد البرامج والصفحات الشعبية وما ينشر فيها نعم يمكن هذا بعضها مطلع على أيه. السؤال هذا يعني يمر أكثر من مرة ولكن هي استجدت أشياء كثيرة وتغيرت أمورا كثيرة في الصفحات نعم إن شاء الله ما أدري الأفضل إن شاء الله يكون من الأفضل ولكن يهم المشاهد ويهمنا رأي محمد عبد الله المري في ما ينشر في الصفحات الشعبية وكذلك في البرامج والله الحقيقة هو طبعا معد أو مقدم الصفحة الشعبية معد الصفحة الشعبية طبعا لشخص يعني ما يجيب مادة من عنده من عقله على أساس ينشرها نعم. هو شخص متلقي نعم لإنتاج وإبداعات الآخرين نعم لكن ضرورة اطلاعه ومعرفته بأحوال الشعر وتقييم القصائد هي من الضروريات جدا لاستلام الصفحة الشعبية نعم لأن في كثير من الأحيان تطغى المجاملات على كثير من القصائد نعم يعني الجمهور الحين أو القارئ نعم ومدرك واعي جدا ما في شك سمعت يعني أنا إذا جيت حط لي قصيدة في أول الصفحة وتحط لها برواز ومقدمة وتكبره والقصيدة ما تسوى ربع قصيدة تحت الصفحة أعرف القصيدة الجيدة من القصيدة اللي ما هي جيدة إذن القصيدة هي اللي تترجم هي اللي تفرض نفسها نعم والمعد نفسه إذا أقيم القصيدة وأعطاها حجمها ووزنها فهذا راح ينعكس على القارئ نفسه وعلى الجمهور لأنه راح يعرف أن الرجل هذا ملم ومطلع بالشؤون الشعر أما تقعد تعمل لي تغييرات فطبعا الحمد لله ساحتنا احنا بخير والأخوة المقدمين على صفحات شعبية طبعا أنت واحد منهم أنا ما أقول الكلام هذا عشان تسمع نعم. سمعت كلهم فيهم البركة عامة يعني نعم نعم فيهم البركة وفيهم الخير ويسعون دائما للأفضل لكن النقطة الوحيدة هي هل كل ما يصلهم صالح للنشر هل كل ما يصلهم قوي صح. يعني أنا إذا أنا أقرأ صفحة حمد محسن حمد محسن ما تجيه القصائد ويحطها مثلا صح. حمد أو أحد الأخوة الآخرين نعم. سمعت لكن إذا أنا أرسل له قصائد دون المستوى الغاري يقرأ القصائد هذه ما هو ذنب المعد هذا نعم. لأنه يتلقى الإبداعات الموجودة لكن هناك حاجة أخرى أن المفروض على كل معد أنه يبحث عن الجيد دائما نعم. يعني بأكثرية المعدين سمعت نعم. يجلس ويتلقى وهو هذه نقطة هامة إيه نعم سمعت يعني. فالمفروض أنه يبحث إذا كان هناك فعلا شاعر جيد أو قصيدة جيدة تفرض نفسها
ذهابه لها يعطيه قيمة أدبية كبيرة، لأنه يثبت أنه مهتم فعلا في الأدب وفي الشعر فعلا. طيب احنا نبغي قصيدة ثانية ونكمل حديثنا معاك ما يمل، وحن رايضين وياك. تسلم الله يبارك. المشاهد كذلك يطلب من محمد المري اللي يعني تقريبا خاصة على الشاشة أبطل فترة، وهذا يمكن أحد الدواعي اللي خلتنا نخصك. الله يبارك فيك. حاضرين طال عمرك. نقدم للمشاهد قصيدة من ما تختاره، عود نكمل حديثنا معك. والله حاضرين يعني، لكن أنا شوف لي يحضرني من القصائد. على صهوة جواد الريح يجذبني اشتياقي لك، على صهوة جواد الريح يجذبني اشتياقي لك، وانا في مهمه التيه الذي تذكر على قدامي، اورد ضامي اشواقي على بنة فناجيلك، وانا في مجلس الواقع صميلي يابس وضامي، اسلي تايه احلامي بصدارنة خلاخيلك، مثل ما سولفت ذيك السنه باليوم قدامي، واشيل من الجبين الحر في نسمة مناديلك، ووقف لك ونادي، وادري انك ابعد احلامي تعلق في رجاك احساس قلب من بهاذيلك، غدا لجحاف له قيد وحمرة خدك اخطامي، بكت عيني بطا شوفك مع اني وسطها شيلك، وضحك لمعانقك حلمي مع انه زيف واوهامي، وقمت اروح واعود على داثر مداهيلك، مثل شخص تلفت واكتحل بالبعد مترامي. صح لسانك. من قال هذا من القصائد اللي معهود بها. الله يبارك فيك. عبد الله طال عمرك، حنا تحدثنا عن الصفحات الشعبية، وأنت من يمكن من أول من غني له القصائد، غنى علي عبد الستار وأظن أخوه من الفنانين. نعم. ما أدري، أنا ما أذكرهم يمكن. نعم غنى لي، لكن نعم من أول، فهذا ما أدري، ما أحفظه طبعا. سبقني ناس كثير. نقول من الأول، ما أنت بأول واحد. نعم يعني سبقني نعم. من أول. إيه نعم. ما أدري من هم اللي غنوا لك في القصائد النبطية؟ الحقيقة هو غنى لي علي عبد الستار. نعم. غنى لي عارف الزياني من البحرين، وغنى لي الله يسلمك بدر الغريب، وحمدي سعد، وصقر صالح. نعم. ذا اللي أذكرهم. حن بنحاول حن إذا حصلنا شيء منها الأغاني اللي ذكرتها الحين نقدمها للمشاهد، يمكن ما تكون مصورة بالصورة اللي إحنا نطلبها، ويمكن على أشرطة ما أدري كيف نحصلها. الله شاكرين لكم. وإن شاء الله نحاول قدر ما نستطيع نحن نقدم للمشاهد. الله يبارك. ما أدري في 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 انظرك، هناك من يشتكي من الشعراء أن ما فيه مكان يجمعهم، ويمكن أحد الأسباب اللي يسأل عنها المشاهد عن غياب فلان وغياب فلان. ما أدري رأي أبو عبد الله في هذا الموضوع. الحقيقة اجتماع الشعراء له مهم جدا، وله يعني معناته انه مو هو مهم. هو لابد من اجتماعهم على اساس الاخذ الاراء والاستشاره. نعم. والبحث في شؤون الشعر والادب. لكن من طبع الشاعر انه دائما يحب الوحده حتى يجي الهامه. اسمه. لكن هذه الفكرة طرحت من قبل، أنا أذكر. نعم. ويمكن أن تذكر بعد أن لساعة الشيخ محمد بن عيد. نعم. تكلمنا. نعم. مرة بتكليف من سمو الأمير على أساس وضع أسس إنشاء نادي أدبي. نعم. أو منتدى أو منتدى أدبي للشباب، وطبعا ضمن إطار رأي الشباب. نعم. لكن أنا طبعا كان لي رأي صريح بأن الشعر ما يرتبط بسن معينة، يعني ما هو نادي رياضي على أساس أنك تقول التزم إلى سن 20 سنة 25 سنة وبعدين وين خلاص انتهى. يعني أعتقد كل ما كبر الشعر. نعم. كثر عطاءه ونبض. نعم. وبعدين يعني قد تجد الشاعر الصغير. نعم. وعطاءه أجود من عطاء الشاعر الكبير، لكن الخبرة لها دور. نعم. الموضوع أعتقد أنه يعني يستحق الدراسة ويستحق أن يرى النور. نعم. وإحنا أملنا في المسؤولين دائما إن شاء الله. جميل. وأنا متأكد أنهم لن يقفلوا عن هذه النقطة، لكن ربما ينتظرون الفرصة المناسبة. نعم.
طيب يا أبو عبد الله، بعد ما أجبت على بعض الأسئلة، هناك الأغنية القطرية الوطنية لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة هذه الأغاني، لابد لك رأي حول هذه عن الأغاني، وتحدثنا مع أخوة من الشعراء والمهتمين بهذا وكلنا أدلى برأيه، فيهمنا ويهم المشاهد رأي أبو عبد الله عن الأغنية القطرية. رأيك كل الأغاني اللي رأت النور جيدة، خاصة الأغاني الوطنية، وهناك شباب يبشر بالخير. نعم. ومو معنى يعني أن أغنية تقدم ما تنجح أنها فاشلة. لا، هي ثلاث محاور، إذا اتفقت إذا اجتمعت أو اتفقت اجتمعت في نقطة معينة نجحت الأغنية، وأنت حظك. شوف في أي قصيدة يمكن أفضل قصائدك ما تنجح وتنجح القصيدة اللي أنت ما تتوقع عنها. هذا الكلام أبو عبد الله، حن بنرجع لنا رجع على الأغاني. تسلم. على الأغاني ووقتها والمناسب منها، ولكن حن نطلب منك قصيدة ونكمل حديثنا. حاضر. القصيدة الله يسلمك. نعم. يقول: على ضفاف الرجا نوخت مشواري، على ضفاف الرجا نوخت مشواري، أشرب من الوقت وتلحفني سنيني، أمد شوفي وهم في مهمه أفكاري، واستلهم الحلم مما شافته عيني، وارسل لك الوجد في ليلة الشتا عاري، ولحف البرد عي البرد يدفيني، وانزرتني طاريا يا حيد الطاري، يضم فيك الهوى وقبل يديني. الله أكبر. وانزرتني طاريا يا حيد الطاري، يضم فيك الهوى وقبل يديني، وان كان ما زرتني ما ظنه إجباري، مخفي عليك الخبر نفسي اتمنيني، اني ازورك خفا لو ما انتهى بداري، ولا انت تدري وما تبغي تبكيني. الله أكبر. صح صح لسانك من قلبك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المتابعة والاهتمام وعلى ما يصلنا منكم. أتمنى إن شاء الله أن كل ما نقدمه يحوز على الرضا، وشكرا لكل من عمل معنا في هذا البرنامج. Yeah.